بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الحلقة المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة، دورة التعليم على برنامج ستاد برو، وهي الجزء الثاني من المحاضرة العاشرة. وانتهت المحاضرة السابقة في الكلام عن كيفية تمثيل جدران الساندة بأنواعها، الساندة للتربة أو الساندة للماء مثلا، أو الساندة لمواد شبيهة بالتربة أو الساندة لمواد شبيهة بالماء. وتعرفنا أنه الكود اللي هو ACI كود تحديدا كيف يعني يسمي هذه الأنواع من اللودز إلى نوعين، يقسمها إلى نوعين. النوع الأول يسميها هيدروستاتيك لود، اللي هو يشمل اللودز اللي هو التربة وأشباهها، فلهذا نشوف هذه يعتبرها هي شبيهة باللايف لود، لأن طريقة حسابها هي ليست سيرتن مثل النوع الآخر اللي هو المي والفلويد، ولهذا بها نظريات الدفع الجانبي، علاقتها بالانجل اوف انترنال فريكشن، احتكاك الداخلي الى اخره، فلهذا يستعمل لها فاكتور اوف سيفتي 1.6 بالضبط مثل اللايف لود. والنوع الاخر يسميها اف، اللي هي تشمل الماء الصافي والماء الخام وفي محطات التصفيه مع المياه الشرب وغيره، هذه الفلويدز كذلك محطات معالجة المجاري. هذه الفلويد هي كما في اتش، ومعروف كما في اتش انه اللود مالتها، فلهذا يستعمل لها لود شبيه بالديد لود، فلهذا الفاكتور اوف سيفتي 1.2 للاف و 1.6 للاتش، هذا حسب الاي سي اي 318. اوكي، الان نروح للبرنامج، خلينا نشوف التسميات مال هذه اللودز بالبرنامج. نروح إلى الملف مالتنا مال التدريب اللي احنا سويناه سابقا. نعم، كان هذا هو الملف، ملف افتراضي لا على التعيين، خلينا بجدار ساند بهالشكل هذا، واحنا بصراحة خلينا بي أيضا يعني أساس على شكل رافت، وايضا هذا الرافت مسند الى سبرينجات، هذه كلها امور سويناها حتى نتدرب على هذه الاشياء. الان خلي نخفي سبورت اول شيء لانه مؤثر على الصوره حتى نفهم الستركتشر مالتنا زين، ونشوف مكان الريتيننج وول. هذا هو الريتيننج وول، هذا اللي تشوفوه الان راح اشره باللون الاحمر، اسوي له اكتيفيشن. هذا هو مرتبط بالسلاب، مرتبط بالرافت، فاذا هو يعني شبيه بالحاله العمليه او للبناء، شبيه بالبنايه الحقيقيه في الحقيقه. ليش؟ لانه الان كونكريت هو الوول، ومربوط بسلاب من كونكريت، ومربوط برافت من كونكريت، فلهذا ممكن ان نجعل العلاقه بين هذه الممبرز الوول والسلاب والرافت هي علاقة يسميها الكود مونوليثيك كونستركشن، بمعنى أن حديد يطلع من هاي الأجزاء الثلاثة ويدخل في الأجزاء الأخرى، فلهذا ممكن نفترض ريجيد جوينتس مثل ما البرنامج مفترض. الآن احنا نريد مثل ما قلنا نتعرف على اللود. الآن هذا جدار مع السرداب، إذن ما بي دفع مع المي من الداخل، إنما بي دفع مع التربة من الخارج، فشان رح نمثل هذا as example لهيش نوع من اللود. إذن نروح إلى General وإلى الأمر مالت اللود. إذن إذا تتذكرون إحنا قلنا أكو لود كيسز، واللود كيسز مهم جدا، مهم جدا إنه نعرف التايب أوف لود، وهسه حكينا قبل شوية إذن عندنا أكثر من تايب في حالات للجدران. فمثل ما تشوفوها الآن عندنا سويل، هذا سويل، إذن سويل المن يعادل الكود H، سويل يعني H، من راح يقرأ سويل راح يضرب في 0.6. بس نشوفها من شيك بالكومبينيشن، بالأوتو كومبينيشن المخزونة بالبرنامج. أو الشيء الآخر اللي هو فلويدز، هذا F. أوكي، إذن هذا الاختلاف هسه بين البرنامج بين الـ ACI كود، تسمية هناك H hydrostatic pressure، وهنا soil. ماشي، احنا نختار لنا soil اللي عندنا هو فعلا soil. عاد زين، ضفنا هسه إذن عندنا dead load، هذا موجود اللي هو بـ self weight، حاليا ما بي غير self weight ومؤشر للكل، هذا نسوي له assign to view. جيد، هذا self weight، وعندنا soil load add. طبعا هذا soil load ما بي غير خيار واحد وهو الـ plate load، إذن أروح إلى plate load. نعم، عرفنا load على member معين وبعدين على member ثاني ما شامل load، وقلت له ساند فيو راح يضاف مرتين على الاول،
احنا عرفنا لود على منبر معين، بعدين شنو سوينا بعدين؟ بعدين طبعا الجزء الثاني ما ضيف، انا ضيفت هم بعد لود، طيب اسايمت فيو كله مره ثانيه، اسايمت اي فور راح طبعا يعني راح يضيف للكل ثاني مره فيصير دبل لود عليه، يعني على الاول دبل لود بالضبط. هاي انتبهوا فعلا، يا خوش ملاحظه صار ذكرها انه اللودز ترى مرات من تعطي يعني اكثر من امر اي فياخذ يعني مضاعف، بس اكو شيء هم انتبهوا له، الملف من يكبر هو من راح يطلع، يعني مثلا سويت رن انت ترجع تغير في شيء، وانت مثلا منطي حمل مال كاشي لكل الطوابق راح تلقى حمل الكاشي مجزأ حتى بالبروبرتيز، هم مثلا ثيكنس مال في البليت هم تلقاها مجزأ، انتبهوا لهاي انه هو ترى يجزأ، يعني ملف كبير يجزأ الاوامر مالته، ما لك علاقه بي يجزأ او ما يجزأ، فهي تختلف الحالة، من يجزئ لا كل جزء عليه اللود مالته، أي حمل أنت تضيفه بعدين راح يصير إضافي. نعم جيد. إذن طبعا إحنا هنا هم عندنا concentrated load وpartial plate، جزء من البليتة والترابيزويدال والإليمنت جوينت، بس إذن أنا بصراحة ما عدا الفول بليت والهيدروستاتيك البقية ما مطبقهن، لأن إحنا مثل ما قلنا هذه الحالات يعني تستلزم أنه يكون أكو شيء بالحياة العملية يحتاج هذه الأنواع من اللودز، مثل concentrated load هذا يعني نادر ما يجينا بصراحة على بليت، على نود E ترى أكو نود اللود، النود أكو نود اللود، هذا ركز على النود، هذا مثل بالرياح بالكذا عندنا يعني ماكو، يعني ما أقول ماكو نهائيا، بس أقول يعني حالة مو تقليدية، طبعا ممكن يكون برج تريد تركزها بمكان معين ممكن او رياكشن، بس هو بس على بليت، انا ما انت انا اقصدك كمان انا على بليت قلت نعم، يعني مركز على بليت، فشوف راح اطبل هاي شوف وين احداثياته بالبليت، يعني صراحه ما حد يعني ما حد يمثل، يعني اسمح لي يعني شوف الغرابه هنا، يعني ما تدك واحد راح يجي يمثل اللود، يعني هو اكيد وين راح يجي برج مثلا يخليه بحيث على عافية على كولوم على وسائر يعني خزانات المي المولدات كذا، دائما وين نسوي فريم بحيث ينقل اللود ما ينقله للسقف، وين ينقله؟ بالضبط. انا هاي مال الخزان مال العتبه العلويه اللي حكينا صارت منظومه وخزان كلش ضخم وشي، اجيت يعني صممت يعني قواعد كونكريتيه وكونتينوس بيم، لانه خزان كبير وشيل ماله كبيره وقاعد تنقل، يعني ماكو رياكشنز واوزان، وهذا الكولوم ايش قد راح عليه وذاك قد راح تشيك الفريم وشفته يتحمل يعني فوق الكولومات، رأسا أنقل للكولومات قدر الإمكان. أوكي؟ زين. فلهذا أنا من هذا الباب دا أقول يعني يمكن صعب تيجي بالحياة العملية، هذا كأنه أنت مسوي هنا بليت بعدين يجوز على بتضافه برج البناية مبنية أو شيء، يعني على إجعال ممكن أسا ما أعرف، خليني أجي على هيدروستاتك حتى لا أتشعب زايد. طبعا أكفت شيء مهم بصراحة صار بالسنوات الأخيرة وأيضا يعني فرحنا به، يعني احنا المستعملين البرنامج، يعني كنا قبل شو نسوي هذا هسه الحائط، خليني اراويكم الاسلوب القديم حتى شوفوا، قبل احنا كنا هذا هسه هو اللود الهيدروستاتيك، طبعا هو على الكل منتشر، انا رسمته هنا حتى ابين مكان فوق ايش قد بالتوب ليفل زيرو، وجوه ايش قد مثلا يعني قامها في السويل في كي قلنا او شيء فشان شو نسوي كل إليمنت نجي نحسب ايش قد، يعني انت سوي نسوي تناسب وندخل اللود هيتشي، هذا عليه مثلث الجوه عليه شبه منحرف هيتشي، والجوه هاي سويها يدويا مزعجه، بس شو نسوي امرنا لله، يعني تقريبا 2/3 تقريبا الموقع هاي محصل، هو احنا ما نحتاج محصل، نقول زين فشو نسوي هنا كلنا شيء يدويا واحده واحده، سووا بالبرنامج تطوير اللي وقت هذا المفرح كان في وقتها انه احنا ننطي فوق وجوه هو هو يوزع، هو سوى التركوليشن كذا ماكو يوزع على كله، هاي كانت الطفره بصراحه بالبرنامج ممتازه، يعني من الاشياء الممتازه مثل ما راح تشوفوا شلون نسويها. اذا هاي نافذه كلها مقفله، النافذه كل شيء ماكو، ليش؟ لانه سلكتد بليتس كل شيء سلكشن ماكو الان، فاجي اسوي سلكشن. زين الان هاي الوضعيه مال ستراكشر شلون راح اعين ذني البليتات؟ ما ممكن بدون شنو
لو قضي لو توب فيو لو سايد فيو لو فد شيء خل اشوف خلي توب فيو خل اجرب شوف ادبرها لو ما ادبرها. هو هنا انا راح اخلي ويندو كلش ضعيفه. جيد دبرت لاحظتوا تلقائيا شنو صار هنا؟ طلعت ارقام البليس لان كلهن دخلن هو عرف ارقام وصار سلكشن دان. الان ذني كلهن البليس زين خلينا نجي من ذني النافذه حتى نشوف ايش دا يصير. هذه الان اعلى نقطه واوطى نقطه مينيمم ماكسيمم اوكي. هسه الصفر اعرفه بس الجامعة فيها ايش ما اعرفه. فشو تقولون كالكوليتر نحتاج؟ صاد فؤاد حاسبتك بلا زحمه زين. خلينا نقول كثافه التربه ايش قد اتفقنا 18 ممكن زين. ها 18 الثلث قلنا خلينا ناخذ ثلث. اذا 18 في الارتفاع 4 امتار في ثلث بين هيك 24 اذا 24 يعني جو هنا أنا هاي ويساوي 14 اوكي بالكينوتن كينوتن لكل مثل ماشي 14 اذا الماكسيمم 14. احد ما عرف شلون اجى حتى نعيد جيد دكتور الواحد على 3 كي بالضبط الثلث هي الكي. رجع للصفحه هاي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي بلا زحمه استاذ فؤاد عندك ساين بالحاسبه اكيد اكو اي 1 ناقص وساين 2.5 لا فتغير غير رقم 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي 30 30 دقري انا ادري انه الثلث يطلع بس خلينا نتاكد بالله على 1 ناقص 0.5 على 1 زائد 0.5 اذا نص على 1.5 ايش يطلع؟ ثلث 0.33 واضح؟ فاي منين نجيبها؟ من تغيير التربه نفتح تغيير التربه ونشوف قد فاي حاسبيها اوكي. بعد اكو سؤال حسن خاف ما جاء حسن قام في اتش في كي فور سويل مي ممتاز هذا هو. بس بصراحه اكو شغله غريبه انا راح تشوفوها ما ادري ليش لحد الان ما اعرف ليش انه المينيمم نعطيه ماكسيمم والماكسيمم نعطيه مينيمم ليش ما اعرف. يعني لو بالعكس يطلع لك انا حيرسم لك اللود بالعكس زين. اذا 18 بس بوزيتيف ونيجاتيف بوع المحاور انت عندك اول شيء قبل ما نطلب السبب هاي انتربوليت الونج يا اكسس جلوبال انتربوليت شنو انتربوليت؟ خلينا نرجع هنا أنا. هاي العمليه احنا قلنا قبل كنا ناخذ بشكل نجزئ حسب الاليمنت. هذا هو راح يسوي انتربوليشن من فوق لجوا. هذا على طول يا محور راح يسوي الانتربوليشن على طول هذا المحور هذا بالجلوبال شنو اسمه؟ واي هذا هذا شنو اسمه هنا انا ارجع شوفوا جوا هذا واي. اذا نختار واي هاي بعدنا سما طبينا بالضغط هسه انتربوليشن وين راح يسوي الانتربوليشن؟ يعني هاي اللي قلنا له ماكسيمم مينيمم على طول يا محور صار الماكسيمم مينيمم بنقول له اكس راح يصير هيك شيء الماكسيمم مينيمم افقي بينما هو اللود شنو؟ عموديا يعني صاير خلينا نقول اوكي وجانبي بالجانب هسه اتجاه اللود تردون لوكال زد لو تردون بالجلوبال قلنا احنا نتمنى شنو دائما نتعامل ويا الجلوبال جي فهسه جي اكس هسه 24 اصبحت وين؟ منا فموجبه لو سالبه؟ موجبه ويا الاكس الموجب 24 واضح؟ انتربول عمود على الحائط احسن عمود هذا على اتجاه الحائط بعد اقول له اد تنغلق النافذه اذا قلت له اد انتي اد شباب اوكي اد خوش اد هسه الان نروح نسوي كليك على اي مكان حتى نشوف لان هو شوف هاي كل مكان هو اليمنت قاعد باونس هسه شو نتاكد؟ نتاكد انه مثلث
واحد نتأكد أنه فوق المينيمم وجوة طبعا تسميات للأسف قلبناها ونتأكد أنه السهم وين رايح أها. يعني صدق هو دفع مال تراب هذا الحائط يعني حقيقي لو أوكي هاي من جهة واحدة من البناية، هو البناية كلها سبب يعني. فانا راح نروح نسوي كله طبعا. ذاك الجزء زاد ذاك. كل جهة بجهة. تختلف لين. صح كلهم interpolate along y يعني maximum والminimum. لكنه الدفع مع التربة راح يصير مرة global x مرة global z ومرة ناقص x ومرة ناقص z. أوكي. تمام. حددنا الجدار المساوي إحنا. سوينا أنا ما على الجهة الثانية. اي مش كل شيء لو يبقى لا اتصور يبقى نفس اذا كوستن ساغ مثلا هو هاي دائما مثلا من نسوي احنا مسابح او شيء احواض ممكن فعلا نسوي حائط ونسوي له ميرور انت بعد راح تجرب تقول اليوزر يبدا هو يعني هاي الادوات احنا نعلم اياها هذا كل البيضان بعدين نسوي له اديت مو اديت لا يعني ما ادري قد تنجح هسه مو محمد كم مره لقانا يعني خلينا نقول هاي يسموها بيست براكتسز احسن الممارسات مو هذه مهمة يعني واحد يعني صراحة يجرب يعني يلقى الأشياء شوف صار أنا قدم جرب وش قدم وده اعتبر نفسي وصلت في المرحلة البرنامج بسمع هذا بالتأكيد أكو يعني يوزر يجي يقدر يطلع أشياء أخرى جديدة وجديدة بعد خلاص صار ننقل الجلوبال لكذا الجلوبال جلوبال لا على النقاط طلعها قصدك أتأكد معنا نحتاجها سحنا شنو سوي؟ خليها على الجيومتري. هاي احنا ليبلز قلنا ممكن نروح منها قلنا او من الشاشه رايت كليك نختار ليبلز نفسها. بليت اورينتيشن تطلع لنا كل المحاور اللوكال. ماشي؟ الان نزوم على المكان اللي احنا نريده مثلا هذا. شوف هو دائما عنده الزد عمودي على بالحيطان. الزد عمودي هذا تذكرون اعطانا خيارين باللود بس لوكال زد لان عنده الزد هو اللي يطلع من انت قاعد تقول له دفع جانبي هو عنده زد عنده زد موجب وعنده زد فانت مثلا تيجي تشتغل على اللوكال تشتغل بس تختار مره رقم نيجاتيف نيجاتيف باع زد طالع من الحائط وانت اللود فاض بالحائط بصراحه يمكن ما متأكد يعني كنا إنه ما خاف أحكيها ويطلع غلط إنه ممكن أنت تسوي هاي الحيطان كلها ولوكال زد كلها طالع من الحائط بتطيب بالضبط رأسا ممكن رقم واحد يمكن ترهم هيك يمكن يرى تجربة بصراحة واحد يجرب إيه ميرور يمكن ينقلب يعني بصراحة قلت ما أقدر أجزم يعني إيه يعني مجربها أنا هاي بس ما أتذكرها يعني بعد اوكي هاي شوف الان شوف هذا اللود صار كبير بمعلوماته هوايه لانه مثل ما شفتوا كل اليمنت سوى له لود وبعدين سوى انتربوليشن بيناتهم خلينا نلغي الاكسس وخلي نروح نسوي كومبينيشن ننطي لايف لودهم لو ما يحتاج تعرفون انا بس ادراويكم انه الاوتو كومبينيشن شلون هذا راح يتعامل ويا اللود رقم 2 اللي هو السويل لود شوف الآن هسه هذا dead load ضربه في 1.4 الكومبينيشن اللخة ضرب ال dead load في 1.2 وهذا soil load بيش ضربه 1.6 إذا هو اعتباره مثل من مثل ال live load لين قلت له soil لو قايل له fluid كان ضربه في 1.2 واضح زين خلي نروح هاي طبعا اللودينج يعني اتصور هاي تقولها ما اعرف اذا عندي شيء ثاني ما اتصور اوكي خلي اشوف بعدين خلي حسب الوقت المتوفر خلينا سوران حتى شويه نحكي عن عرض النتائج لانه استعجلنا في وقتها في عرض النتائج موجوده اوكي ماكو داعي حتى يقول لي وارنينج ديليت يس زين أنا طبعاً يمكن عندي نقص بالمعلومات ما عندي نقص ما أدري خل أسوي أنا وأشوف شو يصير ما راح تنفجر الحاسبة جيد الحمد لله أكو إيرور نعم أعتقد أول اختيار نوبل وآخر اختيار أول شنو الاختلاف؟ يعني هاي بصراحة ما مستعملها أنا يمكن لها علاقة
بطباعة النتائج أو شيء ما أعرف، ما مستعمله، ما أقدر أجزم يعني. أكو مرة شفت بعض اليوتيوبات يعني يقول لك ممكن، وتدري شنو هو؟ أعتقد بالأوتبوت فايل هاي تتحكم يمكن، ما متأكد يعني. أنا شوف كل أشياء دا أحكيها أنا مسويها منفذها، ومنفذها بشغلي هم، مو منفذها شيء تدريب وكذا، فمتأكد من نجاحها. ليش البقية أتصور واحد مرات من يقرأ النتائج من الأوتبوت فايل؟ بصراحة الأوتبوت فايل يفيدنا بالنتائج مال الديزاين، بس من نتائج مال التحليل الأوتبوت فايل ما يفيدنا. وصلها يعني شوي راح نتعمق بالنتائج، صح عشان على الريبورت وعشان على كذا، بس راح ناخذ طرق مختلفة هواية أسهل من واحد يجي يفتح هذا الأوتبوت فايل. شو تلقى بيه؟ شو تعرف بيه؟ مليان أرقام، مليان. اوكي زين، الان قلنا على الايرور، خلينا نشوف شنو هي الايرور. من الاستيك يقول الاستيك، قبل شويه جعفر طلع دنسيتي، فلهذا معناها بالبروبرتيز اكو خلل. تروح على البروبرتيز، تروح تشيك شنو الخلل. زين هذني موجودات كلها، القبه هم موجوده، الاساس هم موجود، الجسور والأعمدة هم عافية سعانف. مو سويناه؟ لا ليش سوينا الوال؟ بس الوال أنا أصور، بس الوال خلينا نشوف. بس خلينا وال يعني أنا أفضل بصراحة، مثلاً أقول والله عليهم أنا القبة 25 والوال 25 راح أعطيهم. أنا أفضل دائماً تفصل هاي الأشياء كمهندس. ليش؟ باكسر أكبر تزغر القبة، يعني تكون القبة والوال مربوطين عليهم، ما خسر عن شيء. فدائما يعني أنطي مثلا سلاب ثيكنس، في حتى لكل طابق مثلا سلاب ثيكنس شكل، والقبة شكل، الجدران شكل، حتى شنو وقت الأدت وقت التغيير تكون مسيطرة. فإذا ثيكنس جديد 0.25 للوال، أوكي طابق 0.25 كل زين. زين الآن نسوي هيك سلكشن، نعينه للوال، يعني احب اتاكد دائما بالازمتك انه ما ضفت لي فد شيء. او اي صارت زلق شوي زين. هاي انا ساين يس اي تو سلكت ذا بليتس، عينها زين. خلينا نشوف الانطيران ونشوف هسه راح يبين اذا عندنا واحد فالتهم. لا لا مش ماكو شيء، لاني سويناه بس اكو 91 وارنينج. بلا خلينا نشوف هاي الوارنينج شنو، خلني نجي وياه. لا انا هم اقرا عن الوارنينج يعني. مثل يقول ممبر 198 وممبر 236 ار بتوين ذا سيم جوينتس، وانت ايش عليك؟ معناها اكو ميرج، اكو ميرج دي يصير يعني. اذا شوف هاي سببها هو هذا تولز تشيك دوبليكيت ممبرز. شوف ودني زين دني شن كلهن سوي. لا واحدة لازم ما يتأشر، أنت جرب بكرة واتقول لنا بالطريقة. أي والله هاي كلها يعني استغربها من شلون طلعك محمد هاي. يلا على أي حال والله هي بس هي اتركها مو مشكلة يعني. أنا أعتقد ما بيها مشكلة. هو سلاح حدث الدبليكيت السؤال الثاني ممكن يروح. ويروح طبعاً، بس قصدي إذا بقى هسا هذا الوارنينج. وأنا قلنا هو من يقول وارنينج بيشوف أكو شيء مو طبيعي، بس مدى يعرف هذا المو طبيعي مؤثر هندسيا ام غير مؤثر هندسيا، فعليك تعتمد بعد. يعني يعتبر ثلاث عمود مندوج يعني. لا لا ما صار، ما صار رن، بس يلقتوه ممبرز يعني قصدي منفصلين تماما، بحيث يعني هاي تتذكر قلنا تولز مالتيبل ستراكشر واحد لازم، بس يلقى اثنين ما يشتغل، خلي سا ممبر طاير بالهواء ما يشتغل. هسه اذا شنو؟ اذا قلنا هذا الورنينج ما نعتني به زين، وبعد خلينا نشوف هي هاي كلها نفس الورنينج. قول لي لو انه طلعت لنا نوتس هاي ضافوها بهذا الاخير، هاي اول مره اشوفها كان 2015. نوتس شنو بعد ناقصين احنا؟ very weak spring added for stability. اي مو شنو؟ اعتقد هاي دفعنا الدفع الجانبي والسبرينج العمودي. السبرينج هو يقاوم بس عمودي، وده شيء واحد يقول له كل شيء ما يقاوم، فده ينبه على هالقضية يعني. زين طبعا
instability تكتشف اكو ما اعرف وين هي، اكيد لها علاقه بالسبرينجات وبالكذا على اي حال. والورنينج هم ماتين يجوز ذا واحد يضل يقلب يلقى، اعتقد كل دبلكيت لا هنا هم اكو instability instability at joint كذا. هاي بصراحه الاستيبل دائما تطلع لنا من اكو سبرينجات، يعني ما تجي مضبوطه. هسه هيك ان احنا وارنينج، وبالتالي احنا مهندسين خبراء، فما راح نجي نباوع الارقام، فما راح نصمم هيك عمياوي على اي رقم، راح نباوع ونشوف. مثل ما حلو ابراهيم قبل ما نبدا المحاضره تفضل قال جرب تجربه مثال اللي ويشبه مثال مال الامتحان، وطلع الديفليكشن اكبر شيء بالفوق. مو حلو انه مو طلع خلاص طلع فوق طلع مع السلامه مع السلامه، لا سأل نفسه ليش طلع فوق ما طلع جو. الفرق انه هذا بانل واحد وذاك 3 بانلز، بحيث فاذا كل بانل من يكون اكثر من واحد وكونتينوس شو يصير؟ الديفليكشن يقل. وين ما تنسى وين ما كذا، هاي معلومه. منين جبت هاي المعلومه؟ مستعد برو انه من نشوف بانل واحد هو بنى كله عباره عن بانل واحد وشيء، فتكون بهالشكل. يعني خليني أعلق على حالة هندسية اللي هي حادثة مشهورة صارت وإعلام ركز عليها، اللي هو مرقد الحر رضوان الله عليه. المرقد بالضبط بليفل مال سقف هيك صاير شكله. يعني أنا أشكر محمد جعفر أشار لنا إلى هاي البناية بكربلة الآن بالفيسبوك كذا، بس مع الأسف يعني الصور اللي ملتقيها مو صور مال خبراء أو جزء مالهم ما نعرف. هاي شكل البناية، هذا يعني عمود هنا وهنا، هذا كله عبارة عن بانل واحد. يعني أكو طبعا أعمدة، يعني ما أريد أتعطل بالرسم. هسا هذا بما أنه هو بانل واحد مو كونتينيوس من هاي الجهة، هذا ضعف. لهذا شنو هي الحادثة؟ أثناء الصب بنهار القالب، أثناء الصب هذا، بس هذا الليفل دي يصبون بيه، لانه بعدين اكو ليفل ثاني فوقه، بعدين اكو قبه وشي والمرقد. هذا عباره عن سقف، اول سقف بده يصبون منه نعم، وتجمع الكونكريت فايبريشن جمع ما ادري ايش. قالب هو عباره عن يعني خلينا نقول بس بانل واحد مو قالب، يعني كان مثلا كبير فمننا 6 بانل ومننا مثلا 6 بانل ومننا طبعا اقوى كستركتشر اقوى تركيب. هو طبعا انت هو خل اكمل الصوره حتى يعني لا اظلم المشروع. 9 امتار كان ارتفاع العمود، فالقالب طبعا ماكو تكم 9 امتار، فشي يسوون؟ اكو شان طريقه يسموها الربطه المصريه. هو بصراحه يعني نجار مصري كان يعني محترف بهاي الطريقه، بس هو مطبقها على 7.5 متر. تصور انه هاي المتر ونص الزايده ما راح يعني اي يعني طبعا هو رجل احنا هندسيا ما ملام، لو ملام ما ملام صبا ليش صدامه تقول سبعة وسبعة قصدك مهندس المشروع ملام؟ نجار مع احترامنا يعني وخلفه، وبالعكس اصلا احنا يا ما نتعلم من الخلف اساتذه بالموقع هم، لكن نحكي مسؤوليه رسميه. من اللي وقع على التشيك ريكويست؟ مو اسمه اكو تشيك ريكويست يسموه، اللي هو التوقيع او الاذن بالصب. الاذن بالصب يعطى بعد ان شركه التحديد تسليح او شركه شنو ايضا القالب. وهم زين انه هو عماله مو جوا القالب، لهذا ولا يعني الحمد لله ولا قتيل في هذه الحادثه. ونهائيا مسلم حصل قارمه شيء تصدق 100 متر. يجوز اسباب اخرى انا ما ادري والله هم شيء هاي هو قالب حديد مثلا بي جقات بيك على اي حال. بس هذا مو موضوعنا، بس موضوعنا على انه شاهد الكلام شلون واحد من البرنامج يستنتج اشياء. بانل واحد ديفليكشن عالي، بانلين 3-4 ديفليكشن اقل، وهكذا. هسه هاي تذكر اللي صار بيتك بطوله هاي السماء قبل يومين؟ اي شنو ما نعرف اذا لازم يعني طبعا تحليل صور مختلفه كذا. هذا كل ده الحافر يمها مثلا، هو الحافر يمها صحيح ما نقدر يعني. هاي البابطوسي كلها شيء نامت نيوم يسموه تلتينج. هذا الفشل تلتينج يعني ان البنايه هي كوان يونت
شفت هاي مبين حفر هذا بس بالعكس يعني هذا اللي ينفذ هذا الفريم عافية هذا وسام ليش لأنه لا رجل لا جوينت انكسر لكلها وصلة واحدة يعني قد الكونكريت مضبوط مالتها والجوينت ستورج مربوطة يعني كلها إذا وان يونت افتررت خاف اللود يختلف الا اشوف الاكزامبل اكثر ما اي بعدين انه ما اقدر اجزم لك هو طبعا يعتمد على اللود يعتمد على عدد السبانز سطول متساوي ما اعرف خذ اشوف ما اعرف ان احنا البرنامج هم ممكن حكينا على التناظر ممكن انه ورك اشتغل يعني احنا قلنا ناخذ قرارات باستعمال البرنامج بس يبقى العقل هو شغال اوكي شباب نرجع تذكرهم عفوا اذا يعني حتى يكون انت اللي يسجل يعني يطلع هذا الضوضاء بدون فائده زين ران صار خل نروح الى ما بعد الران اوكي روح ما بعد الران احنا تعلمنا سابقا وقلنا اول ما يفتح يفتح على الديفورمد شيب الان ويفتح تيبلز ورسومات بهالشكل احنا يعني هسه طبعا هي ما نقدر نقول انا بالتفصيل بمن نهتم وبمن نبني وشون نتعامل ويا الديفلكشن وشون ويا العزوم وشون كذا بس نريد نعرض طرق مختلفة لعرض النتائج احنا عرضنا بعضها وعرضنا اهمها بصراحة اللي هي الريبورت اعتبر الريبورت اهم شيء ليش؟ لانه هي الريبورت راح تمكنك وقلت بلا تردد ولا ايضا يعني مجاملة ومدافعة بدون داعي عن البرنامج انه لانه عندها صفة البرنامج انا مكلم بيه لانه يسوي لنا الشاشة نصين نص ريبورت الريزلتس اللي اريدها ونص الثاني الفريم واقدر اطلع اقول من عزم هالقد العزم هالقد بهذا المكان او مثلا من شير هالقد الشير هالقد بهذا المكان او الديفلكشن او كذا حتى اجي اقول كل هالبيمز اعطيها نفس المقطع وكل هالبيمز وهذه مهمه هذه العمليه مهمه هاي حطلع لي خارطه انشائيه مرتبه ما تخربط ما تدوخ ما تخطئ الواحد وبها التوحيد دائما منفذ بالموقع يحب شنو على واكل نوع واحد اصل نوع واحد بعده حفظه مره واحده وانتهت لكن بعد 50 60 نوع يعني شوف دائما خطيه هذا الشخص الخارطه بايده والخارطه تتمزق يكبسها نايلون تتمزق ومعنى ما يبي يسوي حديده يلزمها لانه شنو من كثر ما انه ينسى هذا فرق شيش يجي هنا يلقى فرق مثلا كم سنتيم يتعجب يقول الله اكبر هذا المصمم شيء يعني هو شيء راح يعرف ان المصمم ما عايش بالموقع لان ما يدري هاي الخسائر هي كلها تضيع بالخسائر هاي الشاشه اللي مقطمها او هاي ما ادري ايش كلها هذه هي اصلا محسوبه بالخسائر وتضيع بالخسائر اوكي فاذا اكثر من طريقه قلنا الطريقه الافضل هي الريبورت الريبورت علمناها انا ما راح اعيدها ولا كذا راح اروح راسا الى شلون نعرض نتائج البليت شلون نعرض نتائج البليت خلنا نبدي مثلا بالقبة اوكي طبعا انا اقدر اطلعها كلها نتائج البليت بس شنو تصير هوسة لانه واحد فوق الاخ هي هاي اسمها الايقونة خلا عيد على كيف هاي الايقونة اسمها بليت ستريس بليت ستريس افوت عليها الان يا لود كيز تريد ممكن منها غير لود كيز ممكن بعدين هي هنا لود كيز موجودة اصلا بال يعني الايقونات الرئيسية بس اهم شيء هاي القائمة هاي الأشياء تنعرض بالنسبة للبليت إليمنت هواية مو طبعا هي بها أشياء بصراحة ما نستعملها بالحياة العملية مثل هذه الستريسز وكذا يمكن الباحثين يستعملوها أكثر أو قد يكون بالستيل ممكن تكون مؤثرة بها بلاستيسيتي إلى آخره فون ميسيز وما أعرف إيش وتريسكا لكنه إحنا اللي يهمنا الانترنال فورسز بالبليت أفضل طريقة حتى قبل ما نروح لهاي القائمة اللي تدوخنا خليني أجيب بليت أرسمها هنا السهادي فد بليت رباعية
وهذا هو السمك مالته شويه. خل انطي مبالغه حتى يعني القوى راح تشوفون بالمقطعيه تشتغل زين. الان انواع القوى تطلع لي بالنتائج راح ارسمها هنا. اول شيء العزوم سيمكن انا طبعا ما رسمت اللود، مهم جدا ان اجي ارسم اللود. اللود هو هذا اللي قلنا اسمه out of plane. هذا سلاب وعليه لود دلود او وول وعليه دفع جانبي ما تربع او شيء، نفس النتيجه. هذا العزم، هذا العزم وهذا العزم، بكو اوجه اخرى طبعا تقابلها. زين عندنا محاور، خليني اخلي المحاور، محاور خلينا نقول اكس وواي وزد. اسم بين هاي المحاور انت انا رسمتها لوكال لو جلوبال، بين لوكال قبل شوي طلعناها، الزد طالع يعني الزد دائما يمثل وجه البليته. اوكي يعني اذا صحت هاي العباره وجه وظهر انه الزد الموجب هو الوجه. زين العزوم هسه الان العزوم باتجاه اكس البرنامج ياخذ مو حول المحور. نعم نعم هاي هسه الاكسس اي مختلفه عن الجلوبال الموجوده. هاي لوكال فهي وين ما يفتر تفتر طبعا، ما لها علاقه بالجلوبال، بعض تختلف اكيد. فام اكس وام واي باتجاه اكس وباتجاه واي، هاي اول عزوم. زين بعد شنو عندنا؟ طبعا انا اكو عزوم، احنا قلنا اكو 6 degrees of freedom بكل صفحه بكل وجه. انا ما راح ارسم، انا راح ارسم ما يلائم اللود الازرق الذي له قيمه معتد بها باللون الازرق. اوكي اللود الازرق ماشي. فهذا العزم هذا هو بيندنج مومنت مهم يطلع لنا. زين بعد شنو يطلع لنا؟ يطلع لنا الشير دائما ويا العزم، خلي نفس اللون والشير هيك اتجاهه حتى يقاوم هذا اللود باللون الازرق. ماشي الشير يسميه البرنامج اس كيو واي واس كيو اكس. يعني بصراحة مو كلش متأكد من إنه هذا X وهذا Y أو العكس، كان يعني علاقة الشير بالمحاور مو كلش متأكد من عدها. زين هذا الشير. وبعد شنو باعتبار هذا ممكن يكون أكو horizontal load وكذا، فأكو شنو أيضا؟ أكو هذا وأكو هذا اللي هو الأكسيال. هذا متأكد اسمه SY لأن باتجاه Y، وهذا شنو اسمه؟ SX. كم واحد صار؟ ستة. ستة. M X M Y S X S Y S Q X S Q Y. اثنين عزوم، اثنين شير، اثنين axial force. Okay. بصراحة S Q X و S X و S Q Y و S Y هي stresses. استعرض بين مخلص يعني بين واحدة نقدر نقول العزوم والله عزوم. بيرميتر سعر راح نعرف ان شاء الله من عرض الانتاج، بس صارت واضحه هسه ستتهم ذني وواضحه من اتجاهاتهم. خلينا نروح نشوف. انا الحمد لله عندنا الثلاث اشياء الان بهاي البنايه الصغيره. يعني بصراحه المثال انا ارتجالي كان صار جيد بها القبه وبها الوول وبها السلم. هنشوف شنو المهم. بالقبه راح يطلع شكل وبالسلاب راح يطلع شكل. مرات العزوم مهمه، مرات الاس اكس والاس واي المحوريه هي المهمه. راح نشوف هسه. اوكي واضحه هسه هاي الاتجاهات. اي نعم نعم تفضل. سو ملف للشير ملف للمومنت. لا لا مو شكلت يعني نفس النتائج. لا نتائج قلت لكم ملف للديفلكشن هاي واحد، وقلت لكم ملف راح يصير انه الطوابق انه راح قلنا السلاب بيم راح نصممها على اساس انه الكروات تعتبرها انجاز، فراح يصير ملف لكل طابق. وقلنا اكو بالنسبه للقواطع اذا عندنا وزن القواطع ونريد نحسب للسلاب بيم العزوم راح القواطع اضربها في اثنين مثلا، هاي هذا ملف يعني اتخاذ قرار بالضبط. اذا بس ما قلت الشير والمومنت نعزلها هواي على الشكل هذا، هاي بالتصميم يعني صارت دوره ثانيه مع متقدمين. هاي القضايا راح نروح نشتغل بها بعد بيرفكت. هاي كلها اشارات بصراحه نوع من الدعاية للدورة الجاية. هنشوف كم واحد راح يسجل. أوكي. زين. بس نيجي خلينا نشوف. أنا أول شيء أنا بصراحة
اكثر واحد افضله اجي عليه راسا دائما جلوبال مومنت مكتوب بالقائمه جلوبال مومنت. هسه مبين من الاسم شنو يعني جلوبال مومنت؟ يعني العزوم واللي باتجاه الجلوبال. اوكي جلوبال اكسس الشرطه زين. شوف شنو طلع لي. طبعا اللود كيس ما اختارته قلت ابقيها لهنا. انا هسه هذه اللود كيس رقم 3 اللي هي طبعا احنا ما ضفنا ديد لود للاسف طلع شويه صغير. عندنا رقم 3 هي بس ديد لود ينضرب فيهم 0.4 وعندنا رقم 4 ديد لود والسويل يفكترون سوا وينجمعون وكذا. اوكي هذا رقم 3 هذا رقم 4. شوف مختلف يعني توزيع العزوم يعني يصير بشكل مختلف بصراحه من دي يصير الهوريزونتال لود دي يغير هوايه وكذا كله بسبب شنو؟ بسبب الدفع الجانبي هذا خربط شويه الشغلات. زين خلينا مع اللود كيس رقم 3. اوكي او يمكن لا تسمحوا لي العمليه سهله ما تطول خلينا ادخل لايف لود شويه حتى تكون اقرب للواقع. خلينا بالديد لود شو نسوي؟ نخلي بليت لود وفد لود مثلا مثل الكاشي خلينا نقول على كل الطوابق تسريع يس يعني طبعا الران راح نتائج الران سايد فيو بالضبط. وهذا بما انه كاشي وما كاشي فخلنا ناخذ بس بدون الرافت جيد هذا مأشر احنا لا والله ما اشرناه. اوكي اسان سلكتد بليتس هذا الان ديد لود جيد. هسه شنو خلينا نجيب لود كيس جديده لايف لود لايف يعني طاها رقم 8 خلي هذا راح يخربط طبعا الارقام الترقيم مهم من تسوي هاي الحاله افضل شيء بصراحه امسح الكومبينيشنز يعني شو يصير عندك صارت عندك اكثر من مره هي تتكرر ارقام لانه هو التسلسل ليزداد من تخلي كومبينيشنز اي فهاي سويت خربط عليه فش اسوي بالضبط بعدين اعيد الكومبينيشن من جديد انا لازم اعيدها اول وثاني صار عندي لود جديد هو اللايف لود بس مو مهم اثنين او ثلاثه مو مهم خلي السويل باقي نفسه. اذا اروح هسه لايف لود وهم يعني اذا تسمحوا لي راح انطي بشكل عام فد رقم واحد لكل الطوابق وين ثلاثه لايف لود ما ركزت على التسميه مال لود لانه اريد سريع مو مهمه هاي المساله وخلي خلي مثلا ناقص 5 هم اكبر لايف لود مال التجمعات حتى شويه تطلع الارقام بها زين. اكيد بالقبه ما لنا علاقه حدنا على الطوابق بس هذه هي الطوابق و assigned to selected plates جيد. هسه الان جاهز اسوي كومبينيشن الاوتو كومبينيشن ما سوى ريدكشن ما لايف ما سوى ريدكشن لا انه طوابق قليله زين صار هسه بهالشكل. هسه شوف صارت اكثر من لود كيس جيد. خلينا نسوي الران هسه حتى شنو شويه نقدر نقرا الارقام ونجي نشوف شلون نعرضها. زين نروح الى بوست بروسيسنج يس. شوف سوى تلقائيا صاير على هذه اللود كيس رقم 3 هي رقم 2 هذه ما طلع يعني بالرغم هي دفع جانبي بس رقم 3 طلع الانحراف مال الدفع الجانبي على اي حال احنا مو يم الديفلكشن. الان احنا نوخر الديفلكشن منها هاي الايقونه ثم نجي احنا قاعد نتناقش على البليت ستريس واختارينا الجلوبال مومنت الان وقاعد نباوع زين. اهم ملاحظه قاعد نباوعها هسه اكو اثنين ما طلع لهم نتائج رسومات يعني الوان ماكو الحائط والقبه. اذا نستنتج ان هذا جلوبال مومنت ما ينقرا بس للسلاب يعني اللوكال اكسس لا للحائط وعفوا الجلوبال اكسس للحائط وللقبه ما يقدر يتحسسه ما يقدر يرسمك كونتور لاين هاي اول شيء. اوكي فمجبورين وين نروح نقرا على اللوكال ماشي. اذا هذا هسه
للجلوبال. نروح مره ثانيه للقائمه، راح نشوف القائمه بيها اس اكس اس واي اس اكس واي ما ارجع لكم هاي وين اسف وام اكس وام واي وام اكس واي هم استرجع اراويكم اياها واس كيو اكس واس كيو واي مو لوكال كنا نروح اللوكال نشوف وين هن يلا نختار حتى مو ما نعرف هسه المكان ما نعرفه بصراحه بس خلينا اذن اللي نسيت هناني انا اجي احكي عليهن شنو قلنا هنا ام اكس واي ام اكس واي هو التورشن يعني بصراحه احنا ما نتعامل ويا التورشن بالسلاب وبالبليت وانت دائما قليل تاثيره قليل ماكو المصمم ما يتعامل وياه هذا اسمه ام اكس واي هسه اس اكس واي اللي اتصوره بصراحه ما متاكد هو هم نفس العمليه بس شلون اتجاهها ما اعرفه يعني هذا اس اكس واي اللي يشير بس خلينا نقول ويا التورشن ده يشتغل ما اعرف هل هو افقي هل يعني ما اعرف شلون ده يمثله بس انت ادخل انطي ارقام انطي كونتور لاين راح تشوف هذا ارقامه جدا قليله لان هذا يعني البليت اليمنت اللي مستعمله بهذا الشكل بالجيومتري هاي المتغيرات مو مهمه بالتاثير زين هذه الان مهمه شوف الارقام 300 150 الارقام وكيلو نيوتن متر لكل متر يعني العزوم هاي كيلو نيوتن متر لكل متر وهي ارقام كبيره بس ليش صارت كبيره هالقد ماخذ بصراحه بالسلاب يمكن اكبر مومنت يطلع لنا 70 كيلو نيوتن متر لكل متر بالفلات بليت وكذا ممكن مرات يصير 100 هاي 300 وكذا هذا كله بسبب الرافت الرافت به تشي أرقام 400 و500 ورافت أكو 60 و70 وكذا الرافت به أرقام تشعزهم بوحدات كيلو متر لكل متر هذه مهمة لكل متر وهذا الحديد إن حسب من عدو شنو هو لكل متر هاي مهمة زين فهو يأخذ سكيل واحد لكل الستركتشر فلهذا شوف الألوان ذني بعضهم ما يتحسسن كل كأنه لون واحد ليش؟ لأن الرينج مثلا يتراوح بين 70 ومثلا 70 ناقص 70 زائد 70 فما بين الأصفر والأخضر فالسكيل مع الرسم صراحة هنا مهم انه يدخل بهالشكل هذا زين خلينا نروح على الوول هنشوف الوول طبعا بما انه راح اقرر اللوكال فأول شيء اسويه اطلع اللوكال كوردينيتس اها اذا معناها اكس افقي وواي عمودي ماشي صار معلوم اس افقي وواي عمودي على هالقاعده هذه راح نجي نشوف الاشياء اللي عندنا اروح للبليت ستريس مره ثانيه ايش اختار هسه اختار ام اكس هذا ام اكس مثل ما قلنا يعني لانه الرافت باوع الالوان مالته يعني والرينج الكبير فما دا يتحسس بالالوان للرينج مالت شو اسمه مالت الوول اوكي ولا هو اكو تدرج يعني لو غير شيء ماشي خليني لا يعني شو نسوي هسه بصراحه الرافت يسوي لنا مشاكل خليني لا اعرض نتائج الرافت احكي لكم عليه نرجع الملف نوخر الرافت ونرجع سبورتات جوا الكولومات حتى لأنه لا السلاب مبين ولا القبة مبينة كله ملطوش لون أخضر بصراحة ومتخربط السكيل كلش مسوي لنا مشاكل فاسمحوا لي إذن الآن عرفوا كل شيء خنروح على الرافت كات سكشن هنطلع بس الرافت بالصورة نقعد نتفاهم وياه نشوف شو نتائجه نعرضها نسولف عليها هذا الرافت مستقبلي إذا بي دعاية إذا بي دعاية احكي إيه بي دعاية حفر لها إن شاء الله هذا المخطط يمثل المومنت العزوم نعم زين أقدر من خلال هذا المخطط مثلا أخذ وضع قلم أنا أعطيك معادلة بال أي أي أساس يستعملنا أم أن على أخواي في جي صحيح هو هاتشي نسوي هاي المعادلة أقدر طبعا مثلا أستنتج عديد التسريع هو هذا راح نسوي هو هذا اللي قلت استاذ حسن هو بالضبط اللي راح نسويه بالدوره الجايه انه احنا نجيب معادله مال الكود شو هسه قاعد يعني نكتب بصراحه همتين بالون نوت نجي هنا نسطر المعادله ام ان تساوي مش راح نحول المعادله
الى نسميها شو نقول كي نمبرز. شنو كي نمبرز؟ مثلا العزم اللي عادل رو مينيموم، العزم اللي عادل رو ماكسيموم، العزم اللي عادل مثلا ابو الانش مثلا شرافت، مثلا ابو الانش كل 30 سنتين كذا. هذا ني نسويه على شكل مثل تيبل ونطبع على البرنامج، وهذا راح نسويه وراح نقول يا بهاي الحصيرة المدى هنا نجيب الرقم شوف اللون هو ايش راح نسوي. لهذا انا كتبت بالبرنامج مال الدورة الجاية انه احنا الاستفادة من نتائج برنامج ستاد برو في تصميم كذا كذا الجسور السقوف الأسس الأعمدة المدري شنو، هاي العملية نسويها الى كل الاجزاء مال البناية. اوكي، وهذا البرنامج راح يصير بهالشكل. لهذا قلنا اول خطوه بالدوره الجايه هي اخر خطوه بهاي الدوره هي نتائج وراح نبدي. ماشي، خلينا نرجع على النتائج. بس ايش قاعد نشوف؟ هذا الان هذا عزوم، بس شنو ايش مكتوب؟ كان ام اكس. هسه احنا ما قرينا اللوكال، واحنا قلنا نقدر نقرا لوكال، نقدر نقرا شنو جلوبال. عندنا خيارين هسه لا تسمحوا لي شوي الارقام انتبهوا لها. كومبينيشن 4 MX local من 304 الى 159. اوكي لا مو هنا، انا ليش احنا هنا؟ هذه هسه خنروح جلوبال ودايركشن اكس. لا تقرون هنا مش مكتوب، هاي هنا الدايركشن، اما اكس اما واي اما زد، اكس بس قلنا اكس شنو جلوبال. يبدو انه ما اختارين جلوبال مومنت، جلوبال ستريس صحيح، جلوبال مومنت. يعني أرقام طلعت غير شكل. إيش طلع؟ شو هم نفس الرينج 304؟ مش نفهم من هذا إنه الأكس جلوبال ولوكال بس لا يطلع كذب. بليت أورينتيشن إله يعونك. الحمد لله. إذن الأكس وين؟ طبعا سمعتني فانا يمنى يسرى موجب، بس هو شنو العزم ايش صاير بهالشكل هذا؟ يعني هسه الان عفوا اذا الان يعني الان قاعد نحكي عليها هاي العزوم هي هذه، هذا اتجاه العزم، هذا هو ام اكس لوكال وجلوبال. من اقول العزم هيك اتجاهه يعني رجع بسعد بروتر، العزم باتجاه المحور مو حول المحور، عكس أعتقد الساب وذن يمكن حول المحور ذولاك، حتى بعض الكتب هم تسوي هالشيء. هسه العزم بهالاتجاه، أنا مهم من العزم، أنا مهم من الشيش دائما صار حاسس حسيت يعني تروح قبل للفيلد، شو راح أبد الشيش بهالاتجاه؟ فالشيش شلون راح يصير؟ دائما الشيش ويا من؟ هذا هو الشيش. بالضبط، وأنا راح أقولهم. هاي سبيسينج فاي كذا أت كذا. أوكي واضح هسه؟ يعني العزم بيش يفيدنا؟ يفيدنا بيمن؟ معرفة اتجاه الحديد. لهذا سوف نرجع للخارطة الأصلية، نرجع للخارطة الأصلية حتى ما نرجع لكل البناية. أول شيء هيك نسوي لها يعيد المنظور، ثم هيك بهالشكل خلنا نوخر المحاور هذه حتى شوية قد الخبصة الازدحام. زين شوف قاعد شوف كأنه الألوان شبيهة، كأنه قاعد خطوط متوازية، شو الكونتور لاين مال المساحة كأنه خطوط موازية. هذا شنو معناه؟ معناه العزوم هم بهالشكل، لأنه يعني على كل خط العزوم متساوية، العزوم متساوية عن تقريبا إلى حد. انت طبعا هو اشتغل ملا ما يفهم شنو كولوم ستريب ملا، انت تروح تقارنكم. وبصراحه ترى هم جابوا من هاي الاشياء منا انا يعني كولوم ستريب من هاي الارقام هنا قليله سموها كولوم ستريب هنا. زين اذا هاي اول شيء عرفناه بالرافت العزوم. اوكي بعد شو نعرف بالرافت؟ بدنا نعرف مثلا الشير، خصوصا البانشينج شير وكذا. فشلون راح نقرا اس كيو اكس واس كيو واي؟ هاي اس كيو اكس مثلا شوف وحدات الشير شو مكتوب؟ نيوتن على المليمتر مربع. شوف الشير وين اكثر شيء بالالوان هيك يم السبورت يم الكولومات. اوكي نعم
وحداته نيوتن على المليمتر المربع. إذن هذا شنو شو يعتبر؟ ستريس. قصدي ستريس لو ستريس مو قوة ستريس. فلهذا هذا ويا من تقارنه دعاية سجل عندك بس ما بيها دعاية مو ويا من تقارنه رأسا فاي في سب سي مو فاي في سب سي هذا فورس ستريس فاي مثلا بالنسبة للبانشنج شير ثلث جذر اف برايم سي زين فورس شنو فرقه اضربه في بي دبليو دي في ابعاد المقطع في بي في دي في سمك الاساس في مدري شنو بينما هذا ستريس هذا ستريس قارنه ويا هذا وهذا اللي عندي راح نتعلم عليه اذا ان شاء الله بقيت لنا الحياه زين اذا هذا شنو نحكي كشير اوكي بعد شنو احنا قلنا قوة ها قوة اس اكس واس واي ما موجوده بالرافت اتاثر يلا مس هذا الحائط يجوز الحائط دفع بس شنو هذا الرافت المقطع ما توسمك بصراحه هذا لا شيء اتجاهه على العكس من القبه سنشوف بالعكس بالنسبه ان شاء الله الشير بيصير على اساس نفس الاتاري والستيربس غالبا اغلب الرافتات ما موجود هذا الشيء ما محسوب غالبا تشيك لا يعني غالبا لازم تشيك باعتبار الدكتور انه تعرف انه الشيء سمكه جزء كبير الرافت سمكه هو قاعد على يعني سبورت لا ما له علاقه لا من يكون كولوم يجي ويسوي بانشنج شيت ما تفيد تطلبه بشيء مثل الفلات بليت ومقلوبه ما تفيده اكو شيء الان مهم حمزين قبل ما انسى الان شو استفادنا من السبرنجات اول شيء السبرنجات طلعت لنا هذا التوزيع بس لو نروح يجوز غير شكل نصمم هنجات غير سبورت يطلع غير توزيع هاي واحده اثنين الان السبرنجات كلها صار بيها ستريس شوفوا ايش راح نقيس هسه راح نروح اكو هنا في الشيء اسمه بيس بريشر بيس بريشر بالضبط هذا شنو شي يقرا لي يقرا لي الستريس بالسبرينج شنو رايكم كانه كل نقطه بالاساس ايش قد راح بالضبط اجهاد اللي المفروض يعني نروح نقارنه ويا من ويا البيرنج كاباسيتي اوكي يعني هسه مثلا بعض مثلا الارقام شوفوا هسه الارقام يعني صح ما خلينا لود والله خلينا ليش لايف لود خلينا هوايه او شيء خلينا نشوف الارقام 0.027 ميجا باسكال و 0.092 ميجا باسكال هو بين الكاباسيتي شلون تنحسب تنحسب بالكيلومتر على المتر المربع مثلا هسه كافرج بالنجف في 80 مثلا 70 كيلومتر على المتر المربع اوكي خلينا نحولها هسه هذه ميجا باسكال نضربها في 1000 شو تصير كيلو باسكال اللي هي كيلو فمعناها هاي الارقام تتراوح بين 27 و92 طبعا انت روح على احلى شيلر وتشوف السبرينج مالتك وين على ضغط ده يضغط وتمام تشوف هالشكل زين من يعني هذا هذا منطقي هسه تشوفون التوزيع هو كان اكبر لود القبة والدنيا عافية تمام الركن شو صاير هذا مضغوط أكثر شيء هذا أكثر سبرينج انضغط وراح ينزل زين وبالمقابل كل ما يعني نبتعد شوف يعني هاي الأطراف مال حرف الآل كان ما بيها طابق أصلا آخر ولا بيها مثل حلو لوجيك ميك سنس على قولتهم زين زين إبراهيم تعبت أنت خطيئة عندك سؤال خذك شاي سوي لك شاي يلا غسل شوي أوكي زين واضح أكو سؤال ملاحظة زين فإذا هذا ممكن يفيدنا هسه بس انتبه إنه أنت تقرأ الرقم سأني قريت خطأ and combination من فاكتر هاي الحالة لازم بالتصميم لازم أقرأ من فاكتر فمنو اللي يخدمني يخدمني service loads تذكرون قلنا نجمع اللود dead load ولايف load ونسميه service هي لهذا الغرض حتطلع اللود اللي على التربة بس without factor of safety ونروح نشيك ويا من ويا البيرن كاباسيتي اللي يقرأ مختبر التربة ترى يا اكو بالقام نزلنا فوق اكو انواع اللود
ها هو بالضبط. فايش اسوي؟ اروح اروح ما سوي ثاني سيرفس اي كون ديت اجي اقرا منه واروح اجمع او بيدي لهذا شوف سيرفس ثاني فعلي مشهور اوكي. اما نبه عليها لانه يطلع فرق هواي طبعا وين الفاكتور وين ما الفاكتور في مره ونص تقريبا ضرب الفاكتور واضح؟ اذا هاي شلون نقرا البريشر اللي بالسبرينج نفسه وشنو فائدته هم قلنا نقارنه ويانا ويا البيرنج كاباسيتي مال التربه اوكي. يعني بصراحه يعجبني بهالمناسبه لانه قبل شويه هذه فتحنا الملف هذا قريب عندي بالليست هذا الملف مال تحريات تربه سامبل بنايات في كربلاء وانا ارتفاع بخصوص يعني بصراحه الشباب المهندسين للمستقبل انه شلون واحد يستفيد من الملف. فمن الاشياء المهمه اللي يقيسها الملف احنا ذكرنا قلنا مثلا الفاي وقلنا هالامور هذه انت لازم يعني اذا اكو مثلا مختبر وعنده تحريات سابقه لازم تتاكد ان المختبر يقيس لك هاي الاشياء يعني يحسب لك اياها اللي هي الاحتكاك الداخلي كذا. هو الشيء الاكيد انه كل التقارير مال التربه تحسب البيرن كاباسيتي بس مو كل التقارير مال التربه بصراحه تحسب عفوا الكوهيجن سي او الفاي او المودولس اوف سب جريد رياكشن مثل ما قلنا هذه الامور بصراحه انت تكون تتاكد من عندها. على سبيل المثال هذا هنا مثلا بي فحص كونسوليديشن وهذا تقرير التربه وبي توصيات وبي ملاحق. خلينا نشوف دائما بالتوصيات او قريب التوصيات بس هنا مثلا هذا يحكي البيرن كاباسيتي بس لركائز لان باعتبار هو شاف البنايه متعدده الطوابق فيتوقع ركائز. وليش يتوقع ركائز؟ لانه اصلا انطى توصيه انه البيرن كاباسيتي قليل من حسب شوفوا هاي التوصيه كاتبها بالبولد the allowable net كذا على عمق متر ونص زين يقول if it to be in order of 2.6 ton per square meter يعني 26 كيلو باسكال يعني 26 كيلو متر على متر مربع. يعرفون المهندسين القدماء هنا هذا الرقم شيء جدا قليل يعني التربه جدا ضعيفه او 30 كيلو متر على متر مربع جدا ضعيفه هاي الان البيرن كاباسيتي. ومثل ما قلنا ممكن ايضا معلومات اخرى ثاني ما اعرف ما الفاي هل هي موجوده او لا ماكو سرداب بالبنايه ما احتاجنا الفاي ما اعرف اذا يحسبوها او ما يحسبوها ما متاكد بصراحه. اوكي هذا نموذج الان عن تغيير من تقارير التربه بصراحه وشوفها من الحفر الاختباريه وانواع التربه وتصنيفها يعني ممكن واحد هماتين يستفيد من عدها. اي عفوا هذه الفريكشن انقلها اسوي روتيت للصفحه هسه لو تشوفون هذه الان فريكشن انجل اسمها فريكشن انجل ايش قد طالع انا 32 34 فعلا اكثر شيء التراب مالتنا بلس ماينس 30 بلس ماينس فهذا كافرج ماشي. خلي الان نترك هذا هذا كاكزامبل خصوصا بالنسبه للمهندسين الشباب ردنا نراوي. اذا هسه قرينا نتائج مالت الرافت قريناها بطرق مختلفة. خليني مثل ما قلنا الرافت أوخره يعني ما دام هو بس واحد الرافت خليه نمسح الرافت نتخلص منه. راح الرافت أصبحت البناية بلا أسس ها؟ لا صراحة نتخاف نخليه بلا أسس شلون صدق كذي ديليت هو خد بس سبرينجات احنا سما نريد احنا نريد كرييت مثلا بند خلينا نقول جوا اكثر شيء نستعمله. والان عمليه سهله النقاط اللي جوا كلهن كلهن بند حتى الحائط طبعا عشوائي مو جوا اساس الحائط طلعت طاير بالهواء. زين هسه نروح الى تحليل حتى الان راح نشوف النتائج شويه الارقام الرينج الكونتور لاينز تطلع شويه الوان يعني حلوه مو حلوة يعني كألوان وذوق لكنه يعني قصدي كرينج معقول نقدر نتعامل وياه مثل ما راح نشوفه. أوكي global moment الآن طلعنا الأرقام اللي إحنا نريد حلو
رئيس الان سلام هم الوول والقبه طبعا قلنا جلوبال مومنت ما يقرا لا وول ولا قبه زين بس شوفوا الان يمكن يعني نقدر مع الرينج مال الارقام من 13.5 الى 61 شويه بالنيجاتيف مومنت عنده تطرف هاي الحافة وكان كليبر طويل طالع وشي فهنا يكون حديد نركزه بالكانتليبر زين هذا مومنت وهنا راح باعوا هذا اكس واي ما يصير لان واي عمودي لو اكس لو زد هذا الاتجاه الاخر زد تشوفوه لهذا اشوفه هسه دائما حديد التسليح عمودي على اتجاه الخطوط انا صراحه عشان مقمرات يعني حتى تشيل السهوله شوفوا هسه مثلا هذا الان ام زد كي نيوتن متر بير متر الان هسه هذا لو اردمت حديد التسليح هذا حديد التسليح ها ها عندكم يبين شو عندي زين هنا شنو ابيض اكو الوان اقدر اغير منها بس لني اصفر وين ابيض ما بي هو بس لني ماكو فايده اي برتقالي يجوز مهم هاي هسه هيك بهالشكل طبعا هو الشاشه كلش واضح بس انتم عندكم للاسف ما يطلع واضح ماشي هذه طبعا هسه احنا يعني قلنا بالديزاين راح اقدر اتوسع بها حتى يعني شويه عبرنا بالوقت بصراحه بس خلينا نكمل هاي الشغله اللي نقولها نجي هسه الوول وول متى يطلع بالجلوبال الان وين اروح ام اكس وام واي اللي هي اللوكال اختار الان ام اكس ام واي شوف ام واي يعني الى قيمه بس هم قليله صغيره بس الام اكس صار هذا العزم بهالاتجاه ما دا يتاثر حائط صغير واللود عمودي عليه ما دا يتاثر هالقد زين ولازم يعني هم شيء بشيء خلينا نقول الكونكريت اكو شيء عم تلاحظوا فوق هاي حلوه مو هاي عجبتكم يعني طبعا هاي هي حلوه صحيح الان قاعد تشوفوها بس هي يريد يحسب حديد تسليح هذا مو صار ملبس مو حديد تسليح شكليات ما حد شيء شمر طوب واحد من حديد اي انا بصراحه اضوج من هذا هيك التوزيع اللوني لانه انا اريد شلون شفتوا شلون الوان حلوه هيك على شكل خطوط وكذا هذا لين لوكال ولين مثلثات طلع هيك شيء باع الجلوبال الجلوبال هم كلش نظامي مثل المستطيلات والرباعيات احسن بهواي على قد كل مشان بس هذا مثلث واللوكال اذا قاعد تقول لي ام اكس وام واي مره هيك مره هيك مره هيك فلازم شنو ليفتر حقا طلع فشي راندوم الوان راندوم عشوائيه اوكي فهذا الان الفرق بين لوكال وجلوبال خلينا نجي الى الحقيقه القبه خليني اخذ بها سكشن لانه الان القبه صعب تطلع ويا هاي الالوان المحيطه بها وقلنا القبه ما تطلع الا باللوكال فاذا اخذها واحدها بمقطع اوكي او اي ظاهر خلاص الشحن مالتي ما عندي بطاريه او شحن زين هذا هسه بهالشكل بطاقه القبه ال شو اسمه ام اكس او ام واي بالقباب طبعا العزوم ما تاثر بالقباب يعني القبه قلنا مثل الفقاعه فليأثر منه يسموها ممبرين ستريسز الاجهادات الغشائيه اللي يصير في نفس المستوى اللي هي اس اكس واس واي اتجاه المحور الرئيسي عفوا ام راح تصير هاي الهوب والميريديان وهالشغلات الان هذه القبه قربناها بالضبط هي لهذا هذا شنو هذا خلي اذكرك سلطان بالرسم هذا اس اكس واس واي وين نشوفهم اللي هي اكسيال كومبريشن او اكسيال تنشن اكسيال كومبريشن او اكسيال تنشن وخلنا نرجع للقبه شباب يعني شيء من باب المعلومات المهندسين زملائكم الخبراء يعرفون ان القبه اذا يرد يصير بيها كراك اوكي
مو هنا يصير، هاي كلش قوي المكان هذا، هذا ما يصير هنا. بالضبط جو أضعف، شوفوا بين السبع الجهادات. أها هسا أنا بصراحة كلون وعايز أكو نيجاتيف وبوزيتيف، يعني ما متأكد من التنشن من الكومبريشن. يعني الآن أكذب إذا أقول بصراحة النيجاتيف هو تنشن، أو يعني إيش اللي يمكن الموجب هو التنشن يمكن، بس أنا يعني في كل الأحوال هو لو منا الكراك، يعني لو يعني لو هذا تنشن لو هذا تنشن، إنه يعني أنا تندي يصير بين واحد وواحد، خلينا نقول فالقبة تنكسر بالضبط وين؟ نعم هذا المكان بهذا مهم. هاي منطقة شوية تتسلح بحديد بكذا بهالشكل تصير ضعيفة. هاي الآن برنامج يفيد النبي حصيرتين؟ لا ما يحتاج. لما نقول اس اكس واس واي اللي هو اكسيال ستريس بفضل شيش بالنص حتى نصير، وما انها القبة غالبا 15 سنتين كذا هو ما يتحمل بعض بصير طابق واحد، بس بعد ما العقادة صارت شوية خفت. أحسنت، أنت تصم على أسوأ تصم تنشن وتحسب على الكل بعدين. شو قلنا قوم عليه تنشن مرة حكينا عليه، قلنا حتى الكونكريت مجرد الحماية للحديد وكل الفورس يتحملها الحديد. هذا واضح؟ زين أوكي. بعد طرق أخرى خلينا نروح بصراحة غير الكونتور لاين، تعرضنا لها بطرق مختلفة والحائط وغيره والقبة، وقلنا لازم لوكال. الآن خلينا نقول له نون حتى يروح ماشي. وطبعا احنا ضامين السبورت لهذا السبورت، ما طالعه بالصورة، خنطلع السبورت أيضا. زين خلينا اكو الطريقه الحق العامه، خلينا نقول انه احنا باي مكان نسوي دبل كليك ونطلع الريزلتس. هسه مثلا كنود، الان هاي النود قد الرياكشنز بيها، قد الديسبليسمنت بيها، كل اقدر اقراها مع مؤشره يا لود كيز، ممكن اقرب بالنقطه نفسها. بس ليش احنا الريبورت قبل ما يجي هنا؟ لان احنا نريد نعرف وين بالضبط، نريد نصمم على ماكسيمم ونعرف الماكسيمم حتى نشوف الابعاد اللي فرضناها صحيحه. لا هذا الكلام صحيح ايضا للممبر، للممبر دبل كليك شير بيندينج، هم هذا كاليمنت ام انواع الشير والبيندينج كذا، واللود كيسز مختلفه كومبينيشن ومو كومبينيشن، نقدر نقرا الرقم هنا مباشره. وكذلك للبليت هم دبل كليك اي بليت اليمنت، نقدر نحسب سنتر ستريسز بالمناسبة اللي هي ذن ستة تنباع الأرقام، أو صار لنا سيم كثمانية مدري عشرة ثمانية تن، أو كورنر نفسهم بس بالكورنرز يحسبها. بالنسبة للبيم واحد، بالنسبة للبيم بالطرفين هنا بالأربعة أطراف. بالأدفانس تاع التسليح يطلع هنا بالأدفانس، بالديزاين بالبرنامج طبعا أسرع يطلع وياك في حقل مكتوب ديزاين خاصة بالبيم. هسه بالستاب ما متأكد، لكن بالبيم هسه من نسوي هاي دبل كليك على البيم يطلع لنا هناك ديزاين، نتائج الديزاين هم راح نشوفها، ممكن نقارن بين الايد وبين البرنامج ونشوف شنو الدقة وكذا. اوكي تقريبا هاي اكثر الاشياء بصراحة اللي تقولها. اكيد البرنامج هو مثل يعني بحر محيط، ما يقدر واحد يستوعب كل الاشياء مالته، بس يعني على الاقل تمكننا يعني ولو 70% انه يكون البرنامج سهل علينا، علاقتنا به بسيطه ما نخاف من عنده، وبالتالي تحولنا الى احنا نستخدمه كتول سهله سريعه في التوصل الى قرارات هندسيه، الى نتائج، اذا احنا مصممين، اذا احنا منفذين، اذا احنا نشيك اي حاله من الحالات. اتمنى تكون هذه الحلقه الدوره كانت مفيده لكم وممتعه في نفس الوقت، وانا اعتبرها يعني من الدورات المتميزه في تعليم برنامج سايد برو، بسبب انه نوعيه الحاضرين اغلبهم من المهندسين الخبراء. استاذ حسن يعني اثار لنا اسئله ممتازه، ولا ايضا يعني نقلل من دور الاخرين مثل استاذ فؤاد او ابراهيم، اساتذه من النفط، من استاذ اكرام، جماعه الغائبين كذلك ما نخبط حقهم. وان شاء الله نرجو لكم التوفيق في عملكم وفي حياتكم العمليه. اكو سؤال لو ننهي التسجيل؟ نعم اخر لحظه ذكرنا الحراره شلون نحسبها. اي صحيح والله الحراره مهم، هسه نرجع عليها سريعه. الحراره سهله، الان
هذا سؤال لطيف من أستاذ حسن، شلون نمثل الحرارة؟ راح نروح على اللود هنا، هاي لود كيس جديدة الآن نعرفها add. إيش نختار هسه بالضبط؟ اللي هو T، هو حتى الكود الأمريكي ACI 318 هم يسميها T، بس اللطيف إنه بالأمريكي يسميها T بس هو بس temperature settlement بيها، وأي شيء اللي هو خلينا نقول يسوي إجهادات داخلية بدون تأثير لود خارجي تحرك. والله هو ما المحاضرة 12:30 ورا هاي، فما أدري راح ألحق أسوي امتحان لو لا، إيش ما أعرف أشوف كلهم نسوي. ما خلينا نشوف هسه، خلينا نكمل محاضرة. أنا يعني خذني الوقت، أنا انتبهت إنه عبرنا بالوقت، بس قلت ما يخالف، المعلومات أهم من الامتحان. فالتيمبرتشر هو إيش مذني كلهن، أوكي؟ هسه إحنا الآن حرارة، حتى أخذ الفاكتور مالت الحرارة، أوكي؟ طبعًا يعني راح تخربط الكومبينيشن وكذا. هسه هاي اللود مالت الحرارة أفعلها add. هالمرة من قائمة اللودز أختار temperature loads. وأنا إيش قلت؟ سهلة. شوف بيها temperature وبيها جواش مكتوب، يمكن ما قاعد تقرون strain. شنو يعني معنى strain؟ يعني هسه أنت مثلاً عندك member ده يتمدد ومنا ومنا ملزوم، فيتعرض إلى انفعال داخلي، فهذا انفعال سبب الحرارة. بس هو مو بس هذا السبب، مثلاً لا صار shrinkage بالكونكريت، أو صار expansion بالكونكريت لسبب آخر غير الحرارة، فهو في الحقيقة أكو ممكن يكون سترين صار بالكونكريت، لأن هو ترى الحرارة شو تسوي؟ ألفا دلتا تي، تعرفون دلتا تي هو الفرق بالحرارة، ألفا معامل التمدد، فهو سترين، يعني الحرارة هم تسوي سترين. إذن سواء كان زيادة بالحرارة دخلك حرارة أو لا، أنت عندك سترين تدخلك سترين راح يسوي لك فورسز داخلية وكذا. هسه حنحكي عن حرارة بشكل طبيعي، إنه إحنا عندنا نوعين من الحرارة. يعني شلون؟ خلينا نرجع للرسم. شوفوا شباب، عندي أنا هاي البناية بهالشكل مثلا فريم، أنا هاي البناية عندي حرارة إنسايد شكل 20 درجة مئوية، وأوتسايد شكل 50 درجة مئوية. هاي شو يقول؟ أنا عندنا هذا السلاب وجه حمى ووجه يعني برد او اقل، او فصار هاي يسموه ثيرمال ديفرنس، مو فاكو فرق. هذا بالبرنامج هنا شوف شو يقول، يقول تمبرشر ديفرنشال فروم توب تو باتوم، تمبرشر ديفرنشال فروم سايد تو سايد، بين قوسين لوكال زد، قد يكون حائط، قد يكون فرن خباز ما ادري ايش، وعنده جوة مثلاً كذا، ما كانوا عالم يغلفوها طابخ حراري وشي يعني أثر. الفرق بين الصيف والشتاء هذا هو هنا بصراحة السؤال، إيش قد نحسب الحرارة؟ شلون قلنا هناك الكيب السبرينج هو يعني الشغلات المزعجة والمعقدة وكذا، هنا مع الأسف يعني بعض المهندسين شو يصورون؟ يروح يحسب أشد درجة بالصيف وأوطى درجة بالشتاء، مو هيك اللود مال الحرارة ترى. روحوا شوفوا الكودات الكذا. الحرارة لا، باختصار لأنه شوية بيها كلام، أنت أغلب أوقات السنة إيش قد الحرارة؟ هذه تعتبرها فترة تنفيذ المنشأ، ثم الزيادة عن هاي الحرارة هي اللي الزيادة تعتبرها، أو النقصان هو النقصان. لهذا بصراحة أنا حسبت طلعت مع الأنواع الجوية 30 سنة قبل وكذا، لأن صار عندنا بناية بكربلة فديوم، يعني حق رحت أصدقاء قالوا هذا بناية عنده فد مشكلة هندسية، رحت التقيت بيه شفت رجل منهار تعبان بانيلة هيكل كان استوى كامل، فندق 7-8 طوابق، بناية طولها 70-75 ما أتذكر متر. فديوم جاء صديقه بالبناية قال له على الخير وايش وين صار فندق مالتك شيء؟ قال له أقول لك هاي غير طويل الفندق مالتك، شفت ما خال جوين؟ قال له شنو جوين؟ شلون تحت بناية طويلة غير تكسنها مفصل تمددك وجوين؟ أنا سامع شنو المهندسين كذا، الرجال خسران هالقد وشي صح ثاني طبعاً. طبعا أوكي ولا يهمك، إحنا صح مفروض expansion joint، بس مو معنى إنه إذا ما سوينا expansion joint راح تنهار البناية. معنى joint هو الآتي، الجوينت يغنيك عن أن نسوي calculations لحمل الحرارة.
يعني انت تسوي جوين مثلا كل 30 متر كل 40 متر بعد ما تحتاج تروح تدرس تاثير الحراره على بنايتك. تريد تعبر ما تسوي جوين شد بي لازم تروح لانه يسوي لك لود وكراكات وكذا. قال لي فاني شفت له شوف شكل البصر قال شنو الحل؟ تعطيني الخرائط مالتك تعطيني كذا الجيومتري. جيت قلنا تول برنامج حمايه البناء شخذت اخذ هاي اول وحده. احنا بصراحه هاي مهمه بالتصميم لان مال الدفرنس ما حد يحسب حساب بس احنا هاي انه البنايه كلها تحمي بنايه كلها تخليها على طباخ تحميها كلها. فجت تطي فحسبت بوقتها 20 درجه مئويه. لا ما قلت لك شو حسبنا محمد نسيت انه احنا منفذين البنايه يعني حراره اكثر السنه ايش قد مثلا 20 25 ايش قد تعبر مثلا ماكسيموم في 45 تطرح من 20 20 25 هذا الديفرنس دكتور هذا الديفرنس ما بين خل اقول بالضبط الكود شيء يقول كود امريكي بصراحه استعنت به يقول انه الديفرنس بين الفتره اللي كان بها البناء وأيام السنة الأخرى يسموه seasonal effect التأثير الفصلي للحرارة. إنه أنا أكثر السنة أخوان ما أجي أقول تعال يا تاريخ أنتوا بنيتوا الكود ما يقدر يسوي هالشيء كل بناية شكل كل كذا. فقولك والله الآن كاحتمالية إنه البناية مبنية في درجة حرارة 20 درجة مئوية ومر عليها أول صيف زادت جد الحرارة 20-25 مو حتى تصل 40-45 ومر عليها شدة صارت صفر مثلا أو واحد مو ناقص صفر قدر يعني طبعا تتقلص يا ريت تتقلص الأبنية حتى تصير مكان نسكن الشباب زين فهي تتمدد الأبنية مو تتقلص الأبنية. وبصراحة اللي خوفنا هو التمدد. ليش؟ لأنه هذا واحد يدفع الله فشي يسوي يسوي كراكات ستراسز وكذا. فش راح نسوي؟ راح نعطي زيادة بالحرارة قد مقدارها 20 درجة مئوية. شوفوا عاد ضفت 20 درجة مئوية من اللي زاد أساين تو فيو كلها قلنا كلها حميناها على الطباخ. أوكي جيد هاي شنو فوت تحترق مو سودة تطلع. شوفوا شلون رسمها شوفوا الأسهم يعني كل سترس داخلية عافية كلها إن بلين قلنا اكو اوت اوف بلين ان بلين كلها في داخل بالضبط. فهذا حمل الحراره فاكتور ينظر فاكتور سيفتي. ففي وقتها خل اكمل القصه مع هذا والفندق. ف ايش طلع انا هم شكيت عنده مجموعه مصاعد بالنص فهاي بنايه طويله وتجي تحمى ومن اللي يعني بصراحه خلينا نقول هيك شيء هي لو سفنجه البنايه هاي سفنجه وتريد تتمدد راح خلت تتمدد كل شيء كل مشكلة ما تصير. بس وين المشكلة؟ من تلزم من يصير بيها يسموه ريسترينينج منع الحركة. زين هاي بناية كيف تتمدد وهي سفريم كولم وبيم فتيجي تبغى أنت أقوى مكان بالبناية تتوقع اللي يلزمها يمنعها من الحركة من هو مجموعة المصاعد السلالم كذا كونكريتية وكذا في الشيء فتتوقع أن هاي المنطقة كيف تتمدد بيها ما تقدر. فشنو بالضبط يطلع اللي فائدتكم يعني المستقبل يطلع اكو البيمات بها اكسيال فورس فتقوم البيمات تشتغل اعمدة لا لا مو تضرب جدار هو نفس البيم على اكسيال فورس بحيث كأنه مثل العمود على اكسيال فورس فتروح تشيك تشوف بركة الله ابو الفندق يكون حسن الحظ لكي وهو مسلحين البيم فالتسليح بحيث ممكن البيم يشتغل عمود ويتحمل هذا حمل الحرارة الأكسيال فورس وكان لكي لكي وريبورت طبعا يعني شوف يعني أنا بصراحة أقول خصوصا لأن الشباب المستقبل حقيقة الهندسة يعني من يجي واحد جوينت ماكو جيب البلدوزر فلش كذا ليش لأن ماكو علم. يمكن هذا أحسن شيء نختم به الكلام انه نعم دكتور لو جدلا نقدر نحزنها حراريا ماكو حاجه اي طبعا بس هذا شلون صعب انا احكي عن الاجواء الخارجيه يعني قاعد تحمى من برا كلها عزل مثلا غلفها بتغليف ممكن طبعا هذا حل ممتاز يا ريت يوم العراق يتطور بهالمواد
حسن واكرامك كل شيء اي طيب لازم حسن اكرم لا وراء اي شلون شيء قلبي محمد هذا الحمد وبرد على هذا هذا ما راح نشاهده بالحلقه القادمه الدور القادم اكرم صلاح ما مكفي علاج يعني انا بصراحه هاي الشغل صار مرت علي مرتين مرة الأولى هاي البناية ومرة ثانية كان أكو قاعات مال الجنود بهذا المعسكر هنا بالنجف كان بوقتها مال الحرس الوطني هذا كاري سمدان فثيانات ما احتاجنا الحمد لله شلون المعالجة معناها تقوية تقوية البيم بالضبط شلون عمود عمود أحسن أحسن شلون مثلا عمود يخلي يتحمل أكسيال فورس يعني أتشكر منكم نعم حسن تفضل تفضل بالخدمة تفضل الحمل الحراري الحمل الحراري شلون يعني عملية تترجم عبارة عن حديد تسريح إضافي أخلي لل هو سأل أكرم إنه مثل هذا البيم جاي من الحرارة الحمل سوى أكسيال فورس وما شيك فش نسوي الجواب نقوي مثل ما نقوي أي كولوم شلون عندك مات كولوم البناية محروقة مثلاً أو قلم تي تقوي الأكسيال سترينج مالته تسوي له كيزنج من حديد جاكيتينج أو فد شيء نعم. بالنسبة للريدكشن هل هو فاكتور؟ ما اللايف لود؟ أموت بنفسي. اختارت الأيزك ليش ما اختار الأيزك؟ هو مع العلم فيه هيك راح يصير عندي عند القناة إذا أخطأ عندي بلوبر راح يصير نتيجة الواي. ليش اخترت الاي واي؟ بصراحة من جربت اختار اي واي ما اثر فعرفت انه الاي واي ياخذ عزم القصور الذاتي يعني هذا الاتجاه اتش الافقي يعني عرض البيم البي يعتبر هو الاتش فلهذا ما يتاثر يعني اللود تاثيره عمودي اعيد شكري لكم واتمنى لكم الموفقية بحياتكم العامة.